فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ايها الاحبه الكرام فاهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامجكم اهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء ان نجيب على اسئله حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة أخونا السائل يقول انتشر بين بعض الناس أن صلاة ركعتين ثم استغفار بعدها مئة مرة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مئة مرة ثم قراءة الفاتحة سبع مرات ثم قراءة سورة ياسين وان هذا موجب للمغفره فهل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ام انه من المحدثات والبدع اقول لاخينا السائل وبالله التوفيق بالطبع هذا لم يرد بهذه الصيغه ولا بهذه الصوره عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يعني ان الانسان اذا اذنب ذنبا صلى ركعتين ثم استغفر مائة مرة، ثم صلى على النبي مائة مرة، ثم قرأ الفاتحة سبعا، ثم قرأ يسين، هذه هذا الترتيب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما التوبة مشروعة بل واجبة إذا أذنب الإنسان. وإذا وقع الإنسان في الذنب ثم وفق إلى أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه، فان هذا من نعم الله تبارك وتعالى عليه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فالعبد منا اذا وقع في ذنب ثم وفق ان يستغفر الله عز وجل فانه يكون قريبا من رحمه الله تعالى ويكون قريبا من مغفره الله عز وجل ويكون هذا الذنب أقرب ما يكون إلى المغفرة والرحمة لكن مما لا شك فيه أنه الاستغفار له فضل عظيم سواء استغفر مئة ولا أقل ولا أكثر وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نعلم جميعا حديثه صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي قال له أجعل لك صلاتي كلها فقال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك فالإنسان إذا وقع في الذنب ثم استغفر الله عز وجل كثيرا ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ناويا إبراء ذمته من هذا الذنب فإنه يتحصل على هذا الفضل فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وفضل الاستغفار عظيم هنيئا لمن وجد في صحيفته استغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا دي أول ثمرات الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. انما هذا الترتيب الذي ذكره اخونا السائل ويسال هل هذا من السنه لا ليس هذا من السنه ولم يرد هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم اجمعين بهذه الصوره ولا بهذه الهيئه، انما الواجب عند الوقوع في الذنب هو التوبه والاستغفار والندم وكثره العمل الصالح ومنها او من هذا العمل الصالح الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فان النبي عليه الصلاه والسلام قال فانه من صلى علي صلاه واحده صلى الله بها عليه عشرا. نسال الله عز وجل ان يتوب علينا وعليكم انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. آه ابنتنا السائله تقول انا مختمره والحمد لله بخمار شرعي. وانا طالبه في كليه الحقوق. والشاهد انهم تقريبا في حفل التخرج يريدون أن تلتقط لهم صورة ببذلة التخرج فهي تسأل ما حكم أن تلتقط لي صورة ببنطلون توضع مع ورقة التقديم فأقول عموما إن كان هذا بالاختيار فلا يصح يعني إذا خيرت أن تفعلي هذا أو لا تفعليه فلا شك أن الاختيار الأفضل والأوجب أنك لا تفعلين هذا إنما لباس المرأة الشرعية هو الجلباب او العباءة التي تكون ساترة لعامة البدن ولتفاصيل البدن، أما البنطال فسواء كان واسعا أو ضيقا فهو في كل الأحوال ليس ثياب المرأة المسلمة وليس لباس المرأة المسلمة، إنما هذه أشياء تأثرت به بعض النساء مما يرد علينا من موضة التفصيل وما شابه ذلك. فإذا كان الأمر يا بنتي على التخيير فلا شك أنه يجب عليك الامتناع عن هذا أما إذا كان الأمر على سبيل الإلزام والحتم من الكلية يعني أو من الجامعة فافعلي هذا وليكن هذا البنطال واسعا فضفاضا وأن تكون قماش قماشته ليست من القماش اللين أو ليست من القماش الرقيق حتى لا تصف ولا تشف ما تحتها وخذي الضرورة بقدرها ونسأل الله عز وجل بنتي أن يتوب علينا وعليهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أيضًا ابنتنا السائلة الأخرى تقول أثناء الامتحان بعض الفتيات يعني يملون الاجابات بعضهم لبعض يعني بيتداولوا اجابات الاسئله في اللجنه اثناء الامتحان بعضهم مع بعض آه تقول انا اسمع فهل يجوز من خلال سماعي للاجابات المتداوله فيما بينهم ان انتفع بها واستفيد بها ولا يكون هذا من الغش طبعا انه من الغش ليه لانه الامتحان معقود لاختبارك انت ما درست وما ذكرت وما حفظتي وما فهمتي فهم يختبرونك انت من خلال هذا الامتحان بهذه الصوره سواء كان الامتحان شفهيا او كان الامتحان تحريريا انما اذا وضع بين يديك الامتحان من خلال ورقه الاسئله ثم أنت تجيبين على هذه الأسئلة مما تسمعينه من زميلتك هذه ومما تسمعينه من صديقتك الأخرى فهذا ليس جهدك إنما أنت تسترقين المعلومة وليست من بنيات جهدك وبالتالي هذا هو الغش والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الغش حراما جعل الغش من الكبائر قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور من غش فليس منا او قال من غشنا فليس منا فنسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم سواء السبيل انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد اخونا السائل يقول ما هي الاسباب المعينه للعبد على سلامه صدره للمسلمين نعم هذا سؤال جيد سلامه الصدر على المسلمين من افضل الاعمال والقربات وقد مر علينا قصه الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين يدي فقال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم قبيل دخول الرجل سيدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه يعني اذا هو من المبشرين يعني زي الصحابه الكبار رضي الله عنهم اجمعين المعروفين بالمبشرين بالجنه فدخل هذا الرجل فلما هم الرجل بالانصراف تبعه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وقال له أنا ضيفك هذه الليل فبات عنده عبد الله بن عمر وتعشيا معا ثم نام الرجل حتى اقترب الفجر فقام الرجل وتوضأ وتهيأ للنزول إلى صلاة الفجر وما زاد بعد العشاء إلا أن أوتر فسيدنا عبد الله بن عمر تعجب يعني كيف يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو ظن في نفسه عبد الله بن عمر أن الرجل يعني قوام للليل كله يعني على أساس أنه هو بشر بالجنة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأى هذا من حاله فقال يا فلان أو يا هذا لقد رأيت من أمرك عجبا أنت يعني لست من القوامين في الليل و آه ربما لست من الصائمين في المهار ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال في شانك كذا وكذا يعني ما هو سرك فقال اما وقد سالت يعني دام سالتني هذا السؤال فكل اللي انا بعمله او ارجى عملي الذي اتقرب به الى الله عز وجل وارجو ان يكون هو من جاتي بين يديه تبارك وتعالى هو اني اضع راسي عند نومي وليس في صدري شيء على احد من المسلمين انا بنام وانا سليم الصدر جدا على جميع المسلمين ليس في صدري غل ولا حقد ولا غش ولا بغض ولا كره لاحد من المسلمين ابدا فطبعا سيدنا عبد الله بن عمر قال طبعا هذه تستاهل يعني ما معنى كلامه يعني فبهذه كنت فبهذه كنت من المبشرين بالجنه، والانسان اذا اراد ان يكون سليم الصدر على المسلمين فانه الواجب عليه ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه كما قال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ثانيا اذا نظر العبد الى اخيه فانه ينظر اليه نظرة الرضا ونظرة يعني الرجاء ان يكون صاحب عمل كهذا يعني ينظر اليه نظرة الرضا ونظرة القناعة بحال هذا الرجل. سواء كان غنيا او كان فقيرا وان يدرك ان هذا كله انما هو قدر الله عز وجل ان كان غنيا فالله هو الذي اغناه وان كان فقيرا فالله هو الذي قدر عليه رزقه فيرضى المسلم بما يرضى به صاحبه واذا نظر اليه لا يزدريه لا يحتقره لا يحقد عليه لا يحسده على نعمة انعم الله عز وجل بها عليه فيعني كل هذا يجعل الانسان الى حد كبير سليم الصدر على المسلمين ايضا مهم جدا ان هو لا يغتابه يعني لا يتكلم عليه في غيبته لا يغتابه ولا يعني يريد به شرا ولا يتمنى له شرا، فاذا فعل هذا فهو ان شاء الله عز وجل سليم الصدر على المسلمين ولا يرجو الله عز وجل ان يكون هذا في ميزان حسناته والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا السائل يقول احيانا اكون على غير وضوء. فهل يجوز لي أن أمسك المصحف يا أخي الحبيب مما يعني اتفق عليه أهل العلم هو كراهة مس المصحف من غير طهر كراهة مس المصحف من غير طهر إذا كان العبد محدثا حدثا أصغر اللي هو الذي يوجب الوضوء وعلى حرمة مس المصحف اذا كان العبد محدثا حدثا اكبر حيض نفاس جنابه ففي هذه الحاله حاله الحدث الاكبر اتفقوا على حرمه مس المصحف وفي حاله الحدث الاصغر اتفقوا على كراهه مس المصحف فالانسان منا اذا اراد ان يقرا في كتاب الله عز وجل فليبدا قراءته في المصحف متوضئا اذا بدات متوضئا ثم طرا عليك بعد ذلك الحدث فان هذا اهون من ان تبدا قراءه القران وانت في الاصل محدث سواء كان حدثا اصغر او غيره لكن في الحدث الاكبر لابد ان تتحرى اخي الكريم أن ترفع هذا الحدث الأكبر إن كانت جنابة أو كانت المرأة حائضا أو نفساء وإذا تحتم على الإنسان أن يمسك المصحف في مثل هذه الحالة حالة الحدث الأكبر فلا يجوز له إمساكه إلا من خلال الحائل مثلا المرأة تلبس القفاز في يدها حتى تمسك المصحف بحائل كما يعني رخص في هذا الحنفيه رضي الله عنهم انه يتناقلوا صفحاته او اوراقه بعصم او يعني خشبه في يده لكن نقول الحائل نفسه القفاز يغني عن هذا ان شاء الله عز وجل كل هذا تعظيم لكتاب الله تبارك وتعالى، تعظيم لكلام الله عز وجل. حتى انه بعضا من اهل العلم كرهوا القراءة حتى ولو كانت من غير امساك المصحف، يعني القراءة المباشرة من صدر الانسان كرهوها لانه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ان رجلا مر عليه صلى الله عليه وسلم فألقى عليه السلام. الرجل القى السلام على النبي عليه الصلاه والسلام فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الرجل حتى اتى حائطا فضرب ضربه بيده ثم تيمم صلى الله عليه وسلم ثم رد على الرجل السلام ثم بين له السبب لماذا لم ارد عليك السلام؟ قال عليه صلوات الله وسلامه انه لم يمنعني أن أرد عليك السلام آنفا إلا أني كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهر إلى هذا ذهب بعض من أهل العلم على الرغم من ورود حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وكل أحيان يدخل فيها الحدث وغير الحدث عليه صلوات الله وسلامه، لكن المستحب انه يكون متوضئا اذا اراد ان يذكر الله وان يقرا في كتاب الله عز وجل، واذا اراد ايضا ان يقرا من المصحف مباشره انما في حاله الحدث الاكبر يحذر ما استطاع الى ذلك سبيلا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا نفسه السائل يقول ما هو التدبر؟ هل هو قراءة القرآن والبكاء خوفا من من الله عز وجل في كل آية فأنا أقرأ القرآن لكن لا أبكي في كل آية. يا أخي الحبيب التدبر ليس هو البكاء من خشية الله عز وجل، إنما التدبر هو الفهم. فهم الآية التي تقرأها، فهم القرآن الذي تقرأه. ثم اذا فهمت معنى الايه او معنى الايات التي تقراها فانت تحسن ان تتمعن في هذه المعاني وان تدركها بقلبك مع ادراكها بعقلك فاستيعاب المعنى بالعقل وبالقلب هذا هو التدبر وربما افضى هذا الى ان يلين جلدك ويرق قلبك فتبكي او لا تبكي، لكن البكاء في حد ذاته ليس معناه التدبر، يمكن للانسان ان يعني يبكي عند قراءة القرآن مثلا او عند سماع القرآن من قراءة شيخ مؤثرة قراءته دون ان يفهم المعنى، لكن فهم المعنى هو صلب التدبر، فهم المعنى للايه والمعنى الاجمالي لمجموع الايات هو صلب التدبر الذي ذكره الله عز وجل افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها هذا ونسال الله عز وجل ان يعني طريق قلوبنا لكتاب الله عز وجل وان يعيننا على فهم القران الكريم وتدبره انه ولي ذلك والقادر عليه ايها الاحبه الكرام فاصل قصير ان شاء الله عز وجل سنعود بعده فانتظرونا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ايها الاحبه الكرام عدنا الى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير أخونا السائل يقول هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة لمن ابتلي بالسحر وأنا سمعت هذا الدعاء أو هذه الصيغة من أحد الرقاة أخونا الراقي يقول يا قاهر هذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة؟ هذه ليست صيغة الدعاء أصلاً يعني ربما تكون يعني ربما تحمل معنى الثناء على الله عز وجل يا قاهر أنت يا ربي قاهر البطش الشديد وأنت الذي لا يطاق انتقامه يعني لا يطيق أحد انتقامك يا الله إنما هذه صيغة ثناء منها أن تكون صيغة دعاء وإيه اللي سلينا؟ يعني نألف دعاء طيب المسحور ده مريض يعني وهو مصنف مريض، السحر من الامراض التي يبتلى بها الانسان احيانا. طيب كيف يعني يفعل المريض؟ كيف يدعو المريض؟ اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. انما دعونا من تاليف الصيغ سواء صيغ اوراد واذكار كما يفعل بعض مشايخ الطرق المنحرفه البعيده عن كتاب الله عز وجل والبعيده عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون اوراد الشيخ وتاليفاته بديلا عما في كتاب الله عز وجل وبديلا عما في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدرجة كما تعلمون أن يتبجح أحدهم قائلا إحنا مش بتوع الكتاب إحنا مش بتوع الأحاديث مش كل شوية هل ورد هذا عن الرسول أو لم يرد هذا عن الرسول حدثونا عن السنة جيبوا حديث جيبوا دليل إحنا بتوع تجارب بشرية عليها مشايخ بيعملونا اللي بيعملوه وإحنا بنمشي وراهم والتجربة هي البرهان عندهم هذا هبل وخبل وانحراف عن هدي الكتاب وانحراف عن هدي السنه النبويه انما المسلم اللي هو تابع لاهل السنه والجماعه المسلم المتمسك بمنهج السلف الصالح من الصحابه والتابعين ومن بعدهم من الائمه من العلماء والائمه الدين يقول احنا بتوع الكتاب والسنه بفهم سلف الامه احنا بتوع الكتاب والسنه بفهم سلف الامه ليس بفهم ذاك ولا هذا ولا هؤلاء انما نحن اتباع الكتاب والسنه المتمسكين بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابه والتابعين يعني بفهم سلف الامه لان هذا هو مسلك النجاه بدلا من ان تتشعب بنا السبل وتفترق بنا السبل وبالتالي يتبع بعضنا كل ناعق ليس هذا مسلك النجاه انما مسلك النجاه كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بفهم اسلافنا الكرام رضي الله عنهم اجمعين من الصحابه والتابعين وشرف المسلم شرف عظيم جدا للمسلم ان يكون وقفا عند كتاب الله عز وجل فلا يقبل حكما من قائل مهما كان او من كائن مهما كان الا اذا كان هذا الحكم هو آه بدليل كتاب الله عز وجل أو بدليل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لمن عاصروه اللي هم يعني بقية صغار الصحابة وكبار التابعين كان يقول توشك السماء أن تمطر عليكم حجارة أنا أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر تخيلوا يا إخوة إلى هذا الحد كان الصحابة يعظمون كتاب الله ويعظمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون خلاف كتاب الله أو خلاف سنة رسول الله قولا مهما كان قائله أنا أقول لكم قال الله قال رسول الله وأنتم تقولون قال الشيخ فلان وقال الشيخ علان أو قال الدكتور فلان وقال الدكتور علان يا جماعة العلم قال الله قال رسوله وبفهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين فنحن في حاجة إلى تأليف أوراد أذكار ولا في حاجة الى تاليف اوراد من الادعيه، عندك ادعيه القران الكريم وعندك ادعيه السنه النبويه الشريفه الصحيحه وهي تسع المسلم في كل احتياجاته على مدار حياته على مدار يومه وليلته. فاذا اردت الدعاء فافضل الدعاء هو الدعاء الوارد في كتاب الله عز وجل والدعاء الوارث في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ومن مما ذكره اهل العلم ان المسلم اذا اراد الدعاء فعليه بادعيه القران وادعيه السنه الشريفه الصحيحه بل ويتخير اكمل هذه الادعيه واعم واشمل هذه الادعيه بلاش التفصيل بقى اللهم تقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا لا كانوا يختارون من الادعيه اكملها واشملها واعمها مثلا اللهم تقبل منا اعمالنا خلاص اعمالنا تشمل الصلاه وتشمل الصوم وتشمل الزكاه وتشمل بر الوالدين وتشمل الاذكار وقراءه القران وتشمل كل عمل صالح يعمله المسلم اللهم تقبل منا اعمالنا واجعلها خالصه لوجهك الكريم بدل تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل زكاتنا وتقبل حجنا وتقبل عمرتنا وتقبل وتقبل وتقبل, وتقبل يختار اعم الدعاء واشمله واكمله آه مثلا اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وما لم نعلم ده دعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته الصحيحة المشهورة ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وفي أعم من كده وأشمل من كده وأكمل من كده دعاء وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام قل انتم أعلم أم الله الله أعلم بكتابه ورسوله اعلم بكتابه صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله اعلم بالقران منا واعلم بالدين منا، وربنا عز وجل في كتابه اعلم بما يعني يحبه ويرضاه، وبالتالي اختيارك ادعيه القران الكريم مثلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أدعية جميله من القران الكريم ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين كل من يعني ادعيه القران ادعيه السنه الصحيحه اشمل واكمل و و واصفى وانقى واسهل انما تعالى شوف ورد الشيخ فلان بتاع الطريقه الفلانيه ورد الشيخ علان بتاع الطريقه العلانيه تجد الورد في الدعاء صفحات طب الصفحات ديت هل قراءة هذه الصفحات يلهج بها القلب؟ يخشع معها القلب؟ يستحضرها القلب؟ يفهمها العقل نفسه القارئ نفسه؟ لا القارئ بيفهمها ويعيها ولا القلب طبعا بيحضر ولا بيخشع ولا بيتدبر ليه؟ ادعيه طويله جدا صفحتين ثلاثه اربعه عشره كتيبات ينسبونها الى الشيخ فلان والشيخ الطريقه العلانيه والشيخ الطريقه الفلانيه ويظنون انهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد آه ابنتنا السائلة تقول وضعت مولودي منذ أربعة عشر يوما بولادة قيصرية خلال هذه الأيام انقطع دم النفاس ليوم كامل بليلة يوم بليلة ورأيت الجفوف التام فاغتسلت وصليت العشاء يومها وعلى الفجر التالي نزل الدم مرة أخرى في صورة دم نفاس معهود فكيف أعرف أنني طهرت وأغتسل إزاي وأصلي إزاي شوف يا بنتي الأصل في النفاس كما هو مذهب جمهور الفقهاء الأصل في النفاس أن أقصاه مدة الأربعين خلال مدة الأربعين إذا انقطع الدم انقطاعا كاملا يوما بليلة كما ذكرت ابنتنا السائلة ورأيت علامة طهر من جفوف الموضع تماما أو من سوائل شفافة كالماء القصة البيضاء كما يسمونها فأنت الآن طهرتي اغتسلي وصلي وصومي لو بعد السويعات او ساعات او يوم او ايام عاد الدم مره اخرى في صوره دم النفاس وما زلنا في مده الاربعين عودي الى حكم النفاس مره اخرى فاذا استمر الدم يوما او اياما ثم انقطع كما هو الحال في المره الاولى ورايت علامه طهر من جفوف موضع او قصه بيضاء فاغتسلي وصلي وصومي واستمر على ذلك فإن عاد الدم ثالثة وإحنا ما زلنا في مدة الأربعين فبها ونعمة نرجع للنفاس مرة أخرى إنما لو تجاوزنا مدة الأربعين ثم عاد الدم مرة أخرى ففي هذه الحالة نقول لك انظري إلى هذا الدم إذا كان موعد مجيئه اللي هو بعد انتهاء الأربعين هذا الموعد هو موعد الحيض الشهري عندك فربما تكون حيضة جاءت بعد النفاس فأمسكي عن الصلاة والصيام حتى تطهري لأن ربما تكون موعد الحيضة فيكون حيضا بعد النفاس ففي هذه الحالة أمسكي عن الصلاة والصيام حتى ترى المرأة علامة الطهر فتغتسل وتعود طاهرة تصلي وتصوم غيرها من النساء طيب هنفترض جدلا أن عودة الدم بعد نهاية الأربعين لم يكن في موعد الحيض الشهري الذي اعتادت عليه المرأة إذا لم يكن الدم في موعد الحيضة الشهرية التي اعتادت عليها المرأة قبل الحمل فهذا الدم لا هو نفاس لأن النفاس انتهى بالأربعين ولا هو حيض لأن هذا ليست موعد الحيضة وبالتالي يكون هذا الدم استحاضة لا تمنعك من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيره والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد آه أخونا السائل يقول هل لا تصح جلسة الضحى إلا في نفس مكان الصلاة لعل أخونا السائل بيسأل على الحديث الوارد المشهور من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كانت له عدل حجة وعمرة تامة 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 فهو يسأل عن هذه الجلسة يقول لأن المساجد في قريتنا للأسف تغلق بعد الصلاة مباشرة ولا يسمح لأحد بالجلوس فيها أقول للأخ السائل إذا أنعم الله عز وجل عليك وصليت الفجر في جماعة فامكث في مصلاك يعني في المكان مش في المكان تحديدا يعني امكث كما انت في مسجدك لتذكر الله عز وجل اللي هو اذكار الصباح ان سمح لك وان منعت عن الجلوس والبقاء فانصرف واجلس في بيتك هذا المجلس واذكر اذكار الصباح المنقولة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس وتجاوزت يعني ما يسمونه الرمح أو الرمحين يعني ربع ساعة ثلث ساعة فقم فصلي ركعتين أو أربعا هي صلاة الإشراق كما يسمها بعض أهل العلم أو صلاة الضحى كما يسميها جمهور أهل العلم قم فصلي الضحى واسأل الله عز وجل أن يتقبل منك وأن يكون هذا إن شاء الله عز وجل المجلس يعني يكتب عنه أو يكتب له هذا الأجر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام الشاهد أن الأصل أن يكون مجلس العبد لأذكار الصباح في مكانه الذي صلى فيه صلاة الصبح في الجماعة إن سمح له بذلك وإلا إذا منع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها تروح بيتك وتجعل هذا المجلس في بيتك وتذكر الله عز وجل حتى ترتفع الشمس ثم تقوم فتصلي الركعتين ونسال الله عز وجل ان يكتب اجرك واجرنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخونا السائل يقول هل صلاه القيام تصح قبل الفجر بربع الساعة يعني هو يقصد القيام يعني قيام الليل نعم تصح ان يعني ان يسر الله عز وجل لك ان استيقظت قبل الفجر ولو بربع الساعة واعانك الله عز وجل وتوضأت ثم كتب الله لك ان تصلي ركعتين ثم توتر ولو بركعة واحدة او تصلي اربعا وتوتر ولو بركعة واحدة فان هذا شيء حسن وان شاء الله يكتب لك من قيام الليل لان صلاه الليل موعدها كما ذكر اهل العلم من عقيب صلاه العشاء كل صلاه وقعت بعد فريضه العشاء الى الفجر فانما هي صلاه الليل فبالتالي إذا كتب الله لك أن تصلي في آخر ربع ساعة قبل الفجر أو أقل من هذا وأدركت ركعتين أو أكثر ثم أوترت فإن الله عز وجل إن شاء الله عز وجل يحسب لك أن هذا من قيام الليل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث المشهور من قام من الليل بعشر آيات عشر آيات يعني المعوذتين المعوذتين الفلق والناس 11 آية فلو قام العبد بعشر ايات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة ايه كتب من القانتين ومن قام بألف ايه كتب من المقنطرين فإن يسر الله بالعشر ايات ولو بالركعتين فإن وتوتر ولو بوحدة فإن هذا ان شاء الله من قيام الليل نسأل الله عز وجل لنا ولك القبول وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد اختنا السائله تقول يعني احنا في المسجد نتكلم فيما بيننا اننا ننسى استحضار النوايا المتعدده في الحلقات حلقات القران يعني تفكرنا ان نكتب ورقه ونعلقها على الباب لتتذكر كل من تدخل او كل من يدخل استحضار هذه النوايا عند قراءة، عند حضور حلقة القرآن الكريم. فهل الفعل ده يجوز؟ يعني هو يجوز على سبيل العموم، بمعنى انه يمكن ان نكتب لوحة ارشادية ونقول ايها الاخ المسلم، ايتها الاخت المسلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. فإذا حضرت حلقة القرآن الكريم فاستحضر واحد اثنين ثلاثة. و ولا نشغل الناس بالاكثار عليهم في تعدد النوايا لأن هذا ربما يصيب بعضا من الناس ببعض الوساوس. ليه الاخت تقول انا ترى هم عشر نوايا انا استحضرت خمسه لا ما استحضرتش العشره انا استحضرت ثمانيه لا ما استحضرت فلا نكسر عليهم. ليه؟ لانه حنفترض جدلا انه المسلم امسك بالمصحف ثم طالع في كتاب الله عز وجل وأنعم الله تبارك وتعالى عليه فقرأ سورة الصفات أو سورة قاف أو سورة الحجرات أو أي سورة من القرآن الكريم وهو يبتغي بذلك الأجر عند الله عز وجل هذا هذه النية العامة تكفي فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به ألف ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ولا اقول يعني يعني من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنه والحسن ابي عشر امثالها كما قال عليه الصلاه والسلام يعني يكفيني انما اذا قرأت القران اذا حضرت درس العلم ان احتسب من صام رمضان ايمانا واحتسابا ايمانا يعني تصديقا بفرض الصيام من الله عز وجل وانه من فرائض الله ومن اركان الاسلام واحتسابا اي رجاء الاجر عند الله تبارك وتعالى مع انه بعض من اخواننا ممكن يضع خمسين نية في مسألة الصيام وعشرين نية في مسألة قراءة القرآن لا لا نريد ان نقصر على الناس من ذكر النوايا المتعددة ابتداء لان هذا لم ينشغل به السلف بهذه الصورة لكن احنا بنقول على سبيل التذكرة نركز على ابرز النوايا ألا وهو تدبر القرآن الكريم احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى نية بركة المجلس أن أكون من هؤلاء الذاكرين أو من هؤلاء المشتغلين بذكر الله تبارك وتعالى لكن لا نكسب لأنه الانشغال بمسألة النوايا المتعددة وإن كانت جائزة في النوافل يعني الإنسان يكسب من النوايا وإن كانت جائزة لكن هذا مما لم ينشغل به السلف رضي الله عنهم اجمعين ويخشى على الانسان منا ان هو يصاب ببعض من الوساوس في الانشغال بمثل هذه النوايا المتعدده انما يكفي ان اقرا القران بالله عز وجل تعبدا لله تبارك وتعالى وابتغاء الاجر عنده هذا يكفي جدا والله اعلى واعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي ابنتنا السائله تقول عندي ذهب الشبكه هو حوالي 100 جرام ما مقدار الزكاه على ال جرام وهل اكرم الزكاه مره واحده ام هذا يكون في كل عام اولا زكاه الاسكنيه مما اختلف فيه اهل العلم يجوز اخراج الزكاه عن الذهب الذي تتحلى به النساء وقع فيه خلاف مشهور بين اهل العلم فجمهور الائمه من المالكيه والشافعيه والحنابله يقولون بعدم وجوب الزكاه على حلي النساء وان كان يعني في داخل القول بعض التفاصيل عندهم الا يعني اذا خرج عن الحد المعتاد والحد المعتاد عندهم عرف القوم شيء من هذا القبيل لكن مجمل قولهم عدم وجوب الزكاة على حلي النساء يقول لأنه ذهب مستعمل وليس ذهبا مستثمرا والزكاة على المستثمر من الأموال فقط أما الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى وهو أيضا مذهب ابن حزم عليه رحمة الله تعالى وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وحجج ابي حنيفه وابن حزم عليهم رحمه الله تبارك وتعالى اقوى كثيرا مما احتج به الجمهور فهم يقولون ربنا عز وجل اوجب الصدقه والزكاه على كل ذهب دون تفرقه في كتاب الله عز وجل ما بين ذهب مستعمل او ذهب تتحلى به النساء او ذهب مستثمر قال تعالى الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم إلى آخر الآيات فلم تفرق الآية بين ذهب مستعمل ولا ذهب مستثمر ولا ذهب مكنوز مدثر فوجوب الزكاة في الذهب عامة هو الثابت في كتاب الله عز وجل هذا بالإضافة إلى حديث صلى الله عليه وسلم المشهور ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار فالواجب يا بنتي ما دام جرام فمائه جرام دي يعني بلغت النصاب لانه لو كان ذهب 24 فالنصاب 85 جرام، ولو كان ذهب 21 فالنصاب 97 جرام، والزكاة هذه سنوية وليست مرة واحدة في العمر، وقيمة الزكاة الزكاة ونسبتها 2.5%، 1 على 40، يعني شوفي قيمته كام عند رأس الحول وتقسمي على أربعين الناتج بعد القسمة هو نسبة الاثنين ونص في المية نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه كما نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة الكرام بارك الله فيكم وقت حلقتنا قد انتهى حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون